ضيفة فريد على قناة أنفاس بريس هي شابة من ذوي الاحتياجات الخاصة. الأخت حجيبة، مرحبا بك معنا على أنفاس بريس. الله يحفظك خويا العزيز، وشكرا لك أنك جيتي عندي أخويا وبغيتي توصل المعاناة ديالي. الله يحفظك أخويا والله يعطيك صحتك. مرحبا، هذا واجب. هذا واجب. الله يحفظك أخويا، حتىش بزاف يعني كاينين شي يعني شي مراسلين صحفية الله يهديهم، يعني كتواصل معاهم كتبغي يعني توصل المعاناة ديالك، يعني الوضعية ديالك، الحالة الصحية، يعني كاين اللي ما كيبغيش يجي، كاين اللي كيقول لك لا كتجي يعني طريق شوية، حيتاش أنا أخويا بعيدة شوية على المدينة. يعني أنت كتسكني في عين تكي، يعني في النواحي ديال المحمدية. أخويا كاين اللي يعني كتلقى صعوبة في التنقل، يعني شوية كاين شوية البعد، كاين اللي كيشوف يعني البعد ما كيبغيش يجي. نقولوا الله يحسن العون الجميع. الله يحسن العون، ماشي مشكل، يعني الله يلاقينا بالناس حسن منا يا ربي، وهذا الشيء اللي ما نطلبه. الله يفتح على أي مسلم يا ربي. أمين. اليوم أنفاس بريس جات عندك. الله يحفظك، ونهار كبير هذا. وفتحي لها القلب ديالك. مرحبا أخويا. وقلنا شنو المعاناة اللي كتلقاي، يعني المعاناة اليومية ديالك أنت كذوي الاحتياجات الخاصة. يعني كاينين أخويا بزاف ديال المعاناة، يعني أنا حتى تزاديت أخويا زيادة خلق من عند الله، تزاديت يعني ما كنمشيش، يعني باش نشرح خوتي المغاربة يفهموا القصة والمعاناة، يعني من الأول حتى الآخر، يعني تزاديت بحال هكا، تزاديت ما كنوقفش على رجلاتي، ما تزاديت قبل من الولادة ديالي على 7 شهور، ما درتش أخويا في القرعة، الوالدين ما في حالهمش، الوالدة مسكينة كانت غير خدامة في الميناج، يعني الأب اللي كان معيل الأسرة على توفى، والحمد لله كنت أخويا كنقرا من 7 وخرج. كانت يعني ما كملتيش قرايتك؟ لا ما كملتش حتى للسابعة. لا ما كملتش. وعلاش ما كملتيش قرايتك؟ ما كانتش يعني اش غنقول لك أخويا العزيز، ما كانتش الوسائل، يعني في ديك الساعة ما كانش عندي حتى كرسي أوتوماتيك، أقل ما هي حاجة ما كانتش عندي، يعني الوالدين ساكن خاصهم يدفعوك ويديوك يجيبوك ويتمحنوا معاك، وقبح الله وفقه بزاف الحوايج. يعني ما كانش التنقل؟ ما كانش تنقول، وكنت كنشوف الوالد ديالي الله يرحمه يا ربي ويرحم جميع المسلمين، يعني كتشوف يعني مسكين كيدفعك، ودابا الحمد لله راه كاين الوسائل، كاين كرسي كهربائي، راه بلادنا شويه تقدمات، راه كاين الوسائل، كاين طوبيس، كاين طاكسي، كاين بزاف. انا ديك الساعه ملي كنت باقا صغيره اخويا اقل ما هي حاجه كرسي ما كنتش كنلقاه، وعمر شي جمعيه ما تأذرت بيا او سمعت شي حاجه ولا وقفوا معايا. يعني ما كاينش شي جمعيه نافعين تكي ان ديال ذو الاحتياجات الخاصة تواصلت معاك؟ لا خويا، كاين شي يعني إعانات منهم؟ لا خويا نهائيا، أنا تا كنمشي أتصور أخويا بلا ما يعني تا كنمشي عندهم وهكا، وكنقول لهم راه خاصني كرسي وكذا وكذا، عقل ما هي حاجة غير كرسي كهربائي، ما كيقول لك وتسني تا الدوسي ديالك كيتقبل وصافي، كنت بركي تسناي تا تجي بحالك بحال خوتك، يعني راه لا تقبل، راه هي هذيك ما تقبلش، راه بقيتي بحال هكا. يعني كيفاش الدوسي ديالك تقبل؟ أنت الحالة ديالك راه قيدني، سولني قال لي شنو سميتك، فين كتسكني، شحال عندك جمعية؟ كاينة في المحمدية أقسم بالله العلي العظيم. ومشيت وماما دافعاني وشاف الوالدة وهكا، قال لي لا وتسني تا الدوسي ديالك يتقبل وصافي، وقلت لي واخ، مني قلتي لي الدوسي ديالك يتقبل. شحال دابا باش دفعتي الدوسي؟ وراه جاية سنين. يلا باش دفعته، باقي من تما ما جاوبنيش، من تما انا وسولت وقلت لي واش كاينه شي مساعده شي اعانات وكا، قال لي كاينه ولكن مره في شحال كاينه قفه وهكا، وقال لي وانت غتبقاي تسنيا في يعني في هذيك صافي، وشتو بحال هكاك، وانا صافي من تما مشيت. يعني واخا شي حاجه، علاش ما فكرتيش ديري مثلا تكوين وديري شي حافه مثلا في يديك؟ اخويا انا ما كرهتش ندير تكوين، ما كرهتش ندير بزاف ديال الحوايج، ما كرهتش انا ندير شي مشروع صغير نلقى الناس اللي يعاونوني بيه، ندير نهز بيه راسي، نهز بيه ميمتي، ولكن كتشوف الظروف مسافاكش، يعني كي غدير تتنقل، انا كنقول لك كرسي كهربائي ما عنديش باش غنتنقل بيه، وخاص وشويه البعد، والظروف مسافاكش، والميمه ما عندها صحه، والظروف يعني حاكمه عليك، يعني الوحيدة اللي كتعاونك دابا هي الأم ديالك. ماما مسكينة الله يسمح لينا من الوالدين، والله يعطيها صحيحتها، والله يخلي لينا والدينا، والله يسمح لينا من الوالدين، لأن الوالدة مسكينة راه هي كل شيء. كتصور أنا لما كانتش معايا ميمتي أخويا العزيز ما نمشيش للحمام وما نمشيش، خاصة مسكينة تبقى دافعاني، والله يسمح لينا من الوالدين، الحمد لله والشكر لله. وشنو الرسالة اللي بغيت توصليها دابا؟
المسؤولين والمغاربه يعني هيا يعني هيا انفاس بري جات عندك فتحي لها قلبك. الله يحفظك اخويا العزيز، نبغي الرساله ديالي توصل، والمغاربه خوتي يحسبوني بنتهم اختهم، واللي اخويا بغى يحج يحج هنايا. راه اخويا الامر والظروف رانا حاولت نشرحها يعني، وكل شيء اخويا باين. نتمنى اخوتي المغاربه يتعاونوا معايا، وتانا نفرح ونفرح معايا ميمتي، وما نبقاوش اخويا بهذه المعاناه بصمت. دابا انت بغيتي كرسي كهربائي وبغيتي شي مشيريع اللي تاكلي منه طريف ديال الخبز. ما كرهتش اخويا، كنتمنوا هذه الرساله يعني توصل ما كرهتش يعني اخويا للقلوب الحنينه. حتى انا اخويا القلوب الرحيمه ما كرهتش اخويا. كيقول لك واحد المثال، شحال قد اخويا انسان ما يعطيك اليوم يعطيك غدا يعطيك، هذاك الشيء يعني شحال. ولكن كي الله اللي كيعطي شي حاجه راك يا الله سبحانه وتعالى، يعني الله راه قال لك ارحموا من في الارض يرحمكم من في السماء. واش ممكن اخويا العزيز نقول الرقم ديالي الهاتف يعني باش الناس يقدروا يتواصلوا معايا ويقدموا لي ايد المساعده؟ مرحبا. الله يحفظك اخويا. 06 81 82 14 30. المهم هو الرقم ديالك، يعني اللي دخل يتفرج في الفيديو راه غيشوف الرقم ديالك، ونتمنوا شي محسنين ولا شي مسؤولين ان شاء الله يتصلوا، اخويا. وكنتمنوا حتى من الجمعيات يعني اللي في المحمديه والنواحي ديالها فادعين تكي وادي حتى هي ان دير شي بادره ان شاء الله، وتمنى هذه الرساله توصلهم ان شاء الله اخويا، وديروا شي مبادره من يعني في اتجاه ديالك انت. ان شاء الله اخويا، ان شاء الله نتمنى والله. الله سبحانه وتعالى ييسر لنا الامور، والدنيا راه فايته ما يدوم غير وجه الله. سعدتك فاعل الخير.